في أجواء من الروحانيات وبحضور محافظ القاهرة نائبا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، احتفلت الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة القديسة تريزا. جايين نهني يعني أبناء الإخوة من طائفة الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وأنا بصفتي شخصيا حاضر عن يعني نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة. الحقيقة احنا مثل هذه الأيام تحتفل مصر ب يعني جميع الطوائف الموجودة على أرض مصر بتقدم لهم التهنئة. من منطلق أن الإسلام هو دين السلام والمسيحية دين المحبة، فالمحبة والسلام يلتقيان ولا يفترقان، فمن هذا اللقاء والالتقاء جئنا نقدم خالص التهنئة للعيد المجيد وبقدوم العام الميلادي الجديد. تحتفل الطائفة الكاثوليكية في مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد في ليلة 25 من ديسمبر من كل عام من خلال قداس عشية الميلاد. هذه المناسبة هي ولادة السيد المسيح في بيت لحم وفي مغارة بيت لحم، ولما ولد السيد المسيح أنشدت الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة، لأن كما كتب في الكتاب المقدس في العهد القديم سيولد طفل ولكنه سيكون ملك سلام، فهو ملك السلام أتى إلينا طفلا متواضعا في مزود حقير لكي يعلمنا التواضع ويعلمنا أن نكون مع بعضنا البعض في الإنسانية بالخدمة والعطاء والمحبة. ووسط أجواء من الروحانيات تحيطها البهجة والسرور، دعا كل المحتفلين بعيد الميلاد المجيد إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي متضرعين إلى الله من أجل سلام وطمأنينة مصر والعالم، متمنيين أن يغمر فرح ورجاء الميلاد قلب كل إنسان. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، إذن هي ليلة مباركة ترفع فيها أصوات الترانيم وأجراس الكنائس وتقام الصلوات احتفاء بعيد الميلاد المجيد، ميلاد يسوع عيسى عليه السلام والذي جاء للبشرية برسالة سلام ومحبة. أمل صبري، التلفزيون المصري.